ميسان، أولى محطاتنا لليوم مع مساحة صحية، فكل جزء من أجزاء الجسم له مهمة ووظيفة خاصة ويقوم بها، وتعتبر الكلى الجزء المسؤول عن تنقية وتصفية الدم من السموم والعوادم، وكذلك مسؤولة عن التحكم بحجم السوائل بالجسم وعن تركيب كمية العناصر الكهربية مثل الأملاح وغيرها. يعني وكل أجزاء الجسد ممكن أنه هي تتعرض لبعض الأمراض وتتعرض الكلى لأمراض واضطرابات معينة، ومنها ما هو منتشر بكثرة نتيجة أخطاء بيرتكبها الإنسان بحق جسده. الحصيات أو الرمل هي حالة مرضية بتعتلي الوظائف الكلوية، وبهي الأوقات من العام تظهر لدى العديد من الأشخاص. لهيك رح نتحدث عن هذا الموضوع لليوم مع دكتور خالد محمود خليل، اختصاصي بأمراض الكلى. يسعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا فيك. صباح نغير. يا هلا فيك دكتور. دكتور، كثير بنسمع عن وجع الكلى والحصى والحالة المرضية اللي ممكن أي حدا يمر فيها، خلينا نحكي شوي بالبداية كيف بتتشكل هالحالة المرضية. صباح الخير للجميع. أول شيء، المرض الحصيات الكلوية هو مرض منتشر على مستوى العالم بشكل واسع، وتشخيصه سهل وإهماله بيؤدي إلى نتائج كارثية على المريض. الحصيات الكلوية يعني انتشارها تقريبا أنه يعني الإحصائيات العالمية بالدول المتقدمة بتقول أنه 12% من الرجال حينصابوا بحصى خلال مسيرة حياتهم و 8% من النساء، ورح يرجع يتكرر الموضوع خلال 8 سنوات 50%. فهو مرض يعني أنه ممكن ينقص، حتى متابعته ضرورية كتير. مشان هيك يعني أنه أي شخص يعني بيشعر بأي آلام بالخاصرتين شديدة مفاجئة مترافقة مع غثيان أو لعية نفس مع أعراض بولية وتغير لون البول، مفروض يراجع أقرب طبيب مباشرة. يعني كيف نحن بنقدر نشخص الحالة إذا كانت هي رمل أو يعني إن كانت حصية، يعني تختلف بين الاثنين؟ هلأ في مفهوم طبي خاطئ شائع. هلأ في فرق بين الرمال البولية والحصيات البولية. الرمال البولية هي بتكون حجمها 1 لـ 2 ملي، ما بتعمل ألم بالخاصرتين أبدا، بس بيعاني المريض من حرقة بولية ببداية التبول. الحصيات البولية اللي حجمها أكثر من 4 ميلي هي اللي بتعطي أعراض. مثل ما حكينا، الألم بيكون يعني مميز له أنه مفاجئ بدون أي جهد شديد، يعني أشد الآلام اللي بيعرفها المريض بحياته. ممكن يكون بأحد الخاصرتين، ممكن يكون بأسفل البطن، غالبا بيترافق مع تغير لون البول، اللون الأحمر أو الداكن، وهذا الشيء لازم يخلي المريض فورا يراجع الإسعاف أو أقرب طبيب حتى يتابع الموضوع. نعم، قديش ممكن تكون نسبة انتشارها خاصة يعني بالفترة الأخيرة؟ هلا الانتشار مثل ما حكينا عالي جدا، يعني انه 12% يعني من كل 100 شخص من الرجال حينصاب 12 واحد خلال مسيرة حياته بحصاء، يعني مرة واحدة على الأقل، وحترجع تتكرر بنسبة 50% خلال 8 سنين. حتى في بعض الحالات الطبية المرضية ممكن الشخص ينصاب بحصاء وتتم إزالتها ويرجع تنكس الحصاء وأكثر من حصاء خلال أشهر. فهو المرض منتشر يعني بشكل متزايد. هلا التقنيات الطبيه الحديثه يعني خلت مجال الكشف اكبر، يعني زمان كان في تقنيات طبيه اقل، فكانت تهمل بعض انواع الحصيات او ما تكتشف. حاليا الفحص الطبي الروتيني، التامين الطبي للمريض اللي عم يفحص حاله سنويا، عم يخلي المريض يكتشف حصيات احيانا بتكون صامته، فصارت نسبه كشف الحصيات اعلى. يعني كيف نحن بنقدر نكشف الحصيات او الرمل، ان كان من خلال تحاليل يمكن ممكن انه الواحد يعمل فيها او الايكو او شو هي الوسائل المتبعه للكشف ونعرف اذا نحن عم نعاني من الرمل او من الحصيه؟ طبعا هي بحسب المريض، هل المريض جاي للاسعاف بنفس الالام اللي حكيناها، طبعا حتكتشف الحصى مباشره وبسهوله بالغه وتتابع، أو أحياناً المريض بيكون جاي للعيادة لسبب آخر فيتم إجراء إيكو للكليتين والجهاز البولي، قد تكتشف حصيات صامتة يعني مو عاملة أي أعراض للمريض ويتم التعامل معها بالتفتيت أو بالأدوية، أو قد يكون لدى المريض حصى سابقة وعاملة انسداد بالطريق البولي والمريض يعني ما عنده أعراض. ونحن مننبه على هذا الموضوع أنه أي مريض عنده حصات كلوية سابقة وكان عم يتعالج منها، غياب الألم لا يعني زوال الحصى. وكثير مرضى بيجونا لك أنا كنت عم بتعالج وراح الألم فما عاد تبع الطبيب. لا، لازم كل طبيب ينبه مريضه أنه زوال الألم ما بيعني أنك ما تراجع العيادة، ممكن الحصى ضل موجودة والألم يغيب تماما، وهذا الشيء ممكن يؤدي إلى صمت كلوي بالنهاية نخسر الكلية. تمام. وفي كتير دكتور يعني بعض التشخيصات المغلطة يمكن يلي نحن من شخص لحالنا يكون عنا وجع بالظهر أو وجع بمكان ما بنميز إذا نحن عنا حصى أو رمل أو هو وجع ظهر عادي ممكن يكون.
بعض الأمراض ممكن تختلط وألمها يشابه ألم الحصوات الكلوية. يعني مثلا الحصوات الكلوية بالأيمن ممكن يكون حصوات المرارة مشابه لألم الحصوات الكلوية بالأيمن ويصير في خلط على المريض، بس هو بالحالتين حيضطر يراجع الطبيب لأنه بالحالتين الألم شديد. حصوات المرارة مثلا علاقتها مع الطعام أكثر، المريض إذا أكل وجبة دسمة بيحرك الألم عليه، بينما الحصوات الكلوية بدون سابق إنذار ممكن تتحرك. ممكن بعض الحالات النسائية مثلا انفتال كيسة مبيض بالأيمن عند النساء يقلد حصات أسفل الحالب بالأيمن. كمان هي لازم تكون بالحسبان لأنه انفتال كيسة المبيض هي حالة خطرة أكثر بكثير من الحصاة الكلوية. يعني إذا حطينا تشخيص أول حصاة كلوية أهملنا انفتال كيسة المبيض ممكن تصير مشكلة نسائية غير قابلة للحل. يعني أحيانا التهاب الزائدة الدودية ممكن يشابه ألم الحصيات اللي بتيجي أسفل الحالب، كمان بنحطه بالحسبان هذا. المرضى اللي عندهم ديسك خاصة الديسك القطني أو أسفل الظهر هن غالبا بيعرفوا ألم هون، بس ممكن أنه يعني يتخوفوا شوي بيراجعونا بينكشف بسهولة أنه ألم ظهر ولا ألم حصيات، حتى من قبل ما نعمل الإيكو بالفحص السريري بيبين معنا. دكتور نحن عم نشوف في فيديو هلأ هو يمكن عم يعرض لنا أنه وقت بتنزل الحصية من الكلية للمثاني عم نشوف كمان أنه بيورجينا أنه صار في تجريح تخريش طبعا. يمكن بينزل شيء من الدم، هذا الشيء بسبب هو غماءة البولية اللي بيساعد أنه الشخص يكتشف. تماما هو الدم اللي بينزل ممكن يكون دم بكمية غزيرة لدرجة أنه المريض بيشوف البول بلون أحمر واضح، وممكن يكون دم كميته خفيفة فالمريض بيشوف البول بلون الشاي أو لون داكن أو لون الكولا بيوصف لنا إياه. فهذا كتير بيساعد المريض إضافة للألم الموجود أنه يعني يتوجه أنه هذا ألم حصات. يعني هون ينتبه أنه في خطر صفة، هي إشارة من الجسم أنه في شيء عم يخرش، يعني أنه في حصاة عم تخرش لازم تراجع الطبيب. دكتور طيب إذا الشخص كان عنده حصاة قبل هالمرة وتم معالجتها ممكن ترجع تتكرر هالحالة عنده؟ إيه في كتير حالات، نحن حكينا أنه 50% من الحالات خلال 8 سنين كل شخص كان عنده حصاة حترجع تنقص غالبا، ممكن تنقص بأكثر من جهة. وفي بعض الأمراض الوراثية ممكن المريض كل 4-5 أشهر أو 6 أشهر يشكل حصاة وتؤدي إلى انسداد طريق البولي. في مرض وراثي مثلا الأوكزالوز ممكن كل 3-4 أشهر تلاقي المريض شكل حصاة تعالجية ترد تنكس ثاني مرة، بده يرجع نفس العلاج. ممكن نفس العلاج في بعض الأمراض إذا ما حلينا المشكلة، يعني مثلا فرط كلس الدم إذا ما تم علاجه المريض حيعمل حصيات كلسية بالبول. الأوكزالوز الحل النهائي هو أنك تزرعي كبد خاص الأوكزالوز البدئي. ففي بعض الأمراض الكلوية إذا ما حل المرض الأساسي بالجسم وعالجتي حيظل المريض يعمل حصيات، وبالنهاية رح يصير العواقب أنه إضافة للمرض الأساسي رح يصير عندنا قصور كلوي. طيب هي شو أسباب تشكل الحصيات أو الرمل بكلية الإنسان؟ متعددة وكثيرة. لا في أسباب تتعلق بالوراثة، يعني في بعض الأمراض الوراثية الجسم بيقوم بإفراز بعض المواد بشكل كثيف جدا ضمن الكلية بتؤدي إلى ترسبات وتشكل بلورات وحصيات أملاح مثلا مثل داء الأوكزالوز مثلا اللي حكينا عنه قبل شوي. في أمراض مثلا تشوهات الجهاز البولي، وجود تشوه بالجهاز البولي ممكن يؤدي إلى وجود وسط مناسب لتشكل الحصيات. قلة شرب السوائل، يعني بيسألونا كتير أنه قديش بدي أشرب سوائل مثلا. هلأ نحن بنقول للمريض اشرب سوائل بحيث أنك تقدر تبول بنهار 2 لتر. بناس لك أنا شربت 5 لتر وبالصيف وما بولت كتير، لا بدك تشرب يعني حتى تحصل على صادر بولي. ممكن هو يكون في حال تعرق شديد فالكلية بس ينقص عليها سوائل بتصير في عندها وسط كثيف جدا بأهب لترسب البلورات. عدم ممارسة الرياضة، يعني كتير ناس بيفكروا أن الرياضة ما لها علاقة بموضوع الحصيات، لا ممارسة الرياضة شيء هام وأساسي. يعني إذا في عندنا رمال بولية ناعمة الرياضة تمنع الرمال أنها تلتصق ببعضها، والاهتزاز الناجم عن الرياضة بيخليها تنزل مع السبيل البولي ما تعطي فرصة للمريض أنه يتشكل عنده حصيات. كمان في ممارسات خاطئة الناس يعني مثلا تناول حبوب الفيتامين دي مع الكلس بشكل أنه روتيني أنه أنا وقاية، لا إذا عندك ارتفاع كلس بالدم وما استشرت طبيب أخذت حب كلس لحالك حيصير عندك حصيات كلسية. في ناس عندهم ارتفاع حمض بول بالدم شديد ما بيلتزموا بالحمية بيصير عندهم حصيات حمض بول. هذا إذا ما نزل حمض البول بالأدوية المناسبة لهذا الموضوع وما عمل حمية عن اللحوم الحمراء حتزيد نسبة الحصيات حمض البول. السمنة ممكن تأثر على هالموضوع؟ تماما. حديثا صار في عنا شيء اسمه المتلازمة الاستقلابية اللي هي بيكون المريض عنده ضغط وارتفاع شحوم دم سكري وارتفاع المؤشر التهاب الجسم وسمنة مركزية غير السمنة العلوية
كتير لاحظوا أنه هدول عندهم إصابة حصيات أعلى من الأشخاص العاديين. طب دكتور إذا شوي حكينا عن مراحل العلاج، يعني في كتير أشخاص ممكن يفكروا أنه هنا بحاجة لعملية دغري، إمتى الشخص بيكون بحاجة لعملية وإمتى بيكون بحاجة لتفتيت هالحصى اللي عنده؟ في كتير أمور بتلعب دور بأخذ القرار العلاجي. يعني هل المريض عنده كلية واحدة ولا كليتين؟ يعني لما بيجيني مريض عايش بكلية واحدة وبكتشف عنده كلية واحدة، فورا أنا ممكن أرجع للتفتيت أو العمل الجراحي مباشرة، ما بستنى لأنه الكلية هي ممكن أنا أخسرها إذا استنيت عليها. حجم الحصيات بيلعب دور. هلا الحصيات اللي حجمها أقل من 5 ملليمتر 90% من الحالات حتنزل بشكل عقفي أو بالأدوية العشبية المستخدمة الشعبية المعروفة يعني. حتى إذا طلع حجمها فوق 6 ملليمتر يعني 6.10 من السنتي بيصير حجم يعني احتمال إنه تنزل 25% فقط لا غير. قرار إنه أنا أعمل تفتيت أو عمل جراحي، في بعض المؤشرات الإسعافية، يعني إذا أجانا مريض عنده ألم شديد دون استجابة على المسكنات ممكن أنا ألجأ للتفتيت مباشرة. أو إذا المريض عنده إقياءات شديدة، لأن أحد الأعراض الجانبية للحصيات هي الإقياءات. بعض المرضى بيصير عندهم إقياءات عنيفة ما بتستجيب معنا على الأدوية، بتضل أيام، ممكن تؤدي لدخول المريض بالإجفاف كمان، ممكن مباشرة خلال يوم أو يومين. إذا لاحظنا وجود ارتفاع حرارة مع الحصى، ارتفاع حرارة شديد مع انتان بولي، كمان ما فينا ننطر لأنه بيصير انتان مختلط مع الحصى ممكن يؤدي إلى تقيح ضمن الكلية، كمان بناخد قرار مباشرة بالتفتيت. شو سبب الانتان يلي بيحدث؟ هلأ في بعض الحصيات هي أساساً حصيات انتانية، المريض عنده انتانات مزمنة مع الوجود الوسط الملائم ضمن يعني البؤرة الجرثومية بتتركز على أحد الحصيات الصغير فبيصير اسمها حصات انتانية. هي يعني بتعمل مشاكل كتير للمريض، حتى أحياناً صعب اجتثاثها. يعني ممكن نلجأ العمل الجراحي انه نشيلها مع جزء من الكلية. يعني هذا الشيء اذا كان حصيات. طيب الرمل هو يمكن بيروح مع الدواء يختلف بأبسط؟ الرمل يعني تقريبا احنا من خلال خبرتنا وممارستنا اليومية اكثر من 70% من الناس اللي بنشوفهم على الايكو بنلاقي عندهم رمل بدرجات متفاوتة. ولكن انا ما بقول للمريض انه انت عندك رمل، لانه الكلمة اللي بتحكيها للمريض هي بتضل معه طول العمر. في كتير مرضى ما بحكي شيء، انه هذا الرمل بيعتبره عادي، رمل خفيف جدا، بنصحه بشرب السوائل. في بعض الناس بتشوف الرمل عندهم كثيف جدا لدرجه انه ممكن يشكل حصيات، هدول ممكن نشوف نوع الرمل الموجود بالتحليل البول، يعني ممكن يعطينا نوع من الاستئناس انه وكل نوع من انواع الرمال له وقايه خاصه فيه. نحكي عن انواع الوقايه. تمام. هلا الوقايه مثلا المرضى اللي عندهم رمال كلسي او عندهم حصيات كلس بنصحهم بتحميض البول، يعني انه يشربوا عصير البردقان، عصير الليمون بشكل مكثف، بيساعدهم هذا الشيء انه يتخلصوا من الحصيات الموجوده حتى الرمال الكلسيه انها تروح. هلا بالعكس في مرضى عندهم حصيات حمض بول، بالعكس بنقلون البول، نعطي ماده مقلونه، نعطي ماده بيكربونات الصوديوم على شكل ظروف، ممكن نعطي بعض المشروبات الغازيه. لو انه احيانا في بعض المشروبات الغازيه لازم نحكيها مثل الكولا الصودا فيها حمض الفوسفوريك اللي ممكن يزيد حصيات الحمض البول يعني. كمان دكتور ذكرت لنا من شوي بعض انواع الاعشاب، قلت لنا المعروفه يمكن شوي يلي بتساعد على تفتيت الحصى، نذكر بعضها. هلا الاشهر شيء ببلدنا هي زهره الالماس، وانا من خلال تجربتي العمليه فيها يعني ببعض انواع الحصيات يعني اللي حجمها ما راح اقول لك انه فوق 6.10 لاحظت عم تعطي نتائج منيحه، والمرضى عم يجوا يعني هن عم يشاركونا بهذا الشيء، عم بيقول لي انه انا لاحظت ان البول صار عكل بعد ما اخذته. بيجيبوا لنا البول بتلاقي في راس بولي بالارضيه، انه فعلا كميه كبيره من الرمال. شو هي الزهره؟ زهره الالماس اسمها، زهرة معروفه الألماس. متوفره كثير ببلدنا. نعم متوفره. في بعض الناس بيذكروا بعض الاعشاب بس نحن بالكتب يعني غير مثبته عنا، ما لها اثار جانبيه، مثلا مثل بيقول لك انا عم بونس مثلا او عم باخذ ميه الفجل. هلا بتقول لي البقدونس فيه اوكسالات كثير ممكن يزيد لك نسبه الحصيات، بيقول لك عم نستفيد عليه، بس انا ما فيني اعطيها. مثلا مثل زهره الالماس لا ما في مشكله فيها. حديثا عم يحكوا يعني هي نحن بنحكي المعلومات هي ما مثبته طبيا بس ما انا ضاره للمريض. يعني انه ممكن معلقه زيت زيتون مع خل التفاح يحركهم ويشربوا من المريض ممكن يساعدوا كمان. دكتور بنهاية حديثنا نصائح عامة لكل الأشخاص لحتى أكيد نوقي حالنا من الإصابة بهيك حالات مرضية. أكيد درهم وقاية بضل خير من قنطار علاج، يعني دائما نحن بننصح الناس أنه إذا في عندكم أفراد مصابين بالعائلة بداء حصيات كلوي المفروض ينعمل كشف طبي لكل أفراد العائلة. أي ألم بالخاصرتين مثل المواصفات اللي حكيناها لا تتردد أبدا أنك تراجع أقرب طبيب إليك لحتى تشوف شو الموضوع والتابع. شرب السوائل بكميات كافية، ممارسة الرياضة ونظام حياة صحي هي كفيلة بأنك تبعدك عن الحصيات.
اذا عندك نوع معين من الحصيات اتبع الحميه اللازمه فيه اللي هلا حكينا وفصلنا فيها ان شاء الله بتكون ضمن المجال الامن ان شاء الله. يعني هلا كمان بما انه نحن بالبرد يمكن بيحرك عليهم الحصيات كمان شو نصيحتنا لهالموضوع؟ التدفئه اكثر شيء. هلا البرد معروف عنه بيحرك التقلصات المعويه حتى بيحرك التقلصات الحالبيه. ففي بعض انواع الحصيات بتكون يعني مركنه بالمكان، فمجرد اي تقلص خفيف تغير مكانه بيتحرك الحصية للأسفل، فبصير انسداد على طريق الكلى، فبصير ألم شديد للمريض اللي هو القولانجل. يدفع حاله منيح. نتشكر كتير وجودك معنا اليوم دكتور، والمعلومات إن شاء الله كل العالم تقدر إنه هي تستفيد منها. شكرا كتير. شكرا لك دكتور.